القادر على الصعود على الاشجار على ارتفاعاتٍ عالية حتى يستطيع الاختباء من الحيوانات المفترسة في هذا المقطع كان هذا الاسد يحاول الهجوم على مجموعةٍ من القرود لكنهم استطاعوا القفز في النهر حتى يتجنبوا هجوم الاسد عليهم لكن لسوء الحظ كما هو واضحٌ في هذا المقطع استطاع واحدٌ من الاسود الهجوم على هذا القرد الصغير وافترسه في مشهدٍ مخيفٍ جداً التمساح ضد فرس النهر يعتبر التمساح واحدا من الحيوانات البرمائيه الخطيره الذي يمتلك اقوى عضه فك حول العالم بسبب الاسنان الحاده التي يمتلكها لكن أيضا يعتبر فرس النهر واحدا من الحيوانات العنيفة الذي يمتلك فكا كبيرا للغاية وأسنانا قوية تعمل على قطع العظام بكل سهولة في الحقيقة إن كلاهما يستطيعان التصدي إلى بعضهما البعض وهذا يجعل المشاجرة بينهم عنيفة للغاية لكن الغريب أنه في هذا المقطع استطاع مجموعة من السياح تصوير هذا الفيديو